حياكم الله والله يحييك مجلي. قم صب عمك دول قم. مو موضوع اللي قال لي كمان يقول دقتك. اي والله الموضوع عند الشيخ. منو الشيخ؟ في غيره. الشيخ مطاعن. الشيخ مطاعن. اي خليه ادق عليه دق عليه. الله يحييكم والله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب ان شاء الله. الو السلام عليكم. حي الله يا شيخ مطاعن والله. هيا انا في بيت امجلي. تحت؟ حي الله. شمهان عن اذنك بالله الشيخ بر. حياكم الله. الله يحييك والله يا امجلي. الله يحييك ويحييك. اللهم تفضل. حي هذا الشيخ. السلام عليكم. حياكم الله ايه الدنيا سق الله. هذا ليش هذا اللي رحت معاك اخر مره؟ هذا هي الله دقنك انا ادري. حياك قلت لقينا. حياك الله عزوري. في عرق من زمان ما قد اجيتني بمجلس. ها من زمان والله هاوي وناس وشكشكه وحركات عجيب. عندك على الجو الشكشكه؟ سق الله ايام مجلس الاول. اي والله سق الله امورك فين معلم سناب ولا شيء؟ فقدت يوم سنابك وبعدين جاء عند رجال اليوم عشان الموضوع وجاب هذا. ايوه هبل عم علي جربين فين؟ هبل هبل قول ما قول امنح حق ام سناب مو يقول لك ام فلتر حق ام فل هبل ايوه هبل مح هبل مح هبل مح يا الله يا الله يا الله يا شيخ ماعز حياكم الله. تعالي اجلس حياكم الله. الله يحييكم. حيا الله الرجال والله. والله قم صب للشيخ قم قهوه يا جماعه. اجلس اجلس. مكنتونا شاهي قهوه كل ما رحنا عند حد مكنتونا شاهي قهوه. وما تبغى هب ولا من حق الشيوخ؟ وما حق الشيوخ؟ والله حق الشيوخ اعرفه. شمهان هو قد درس في امريكا ويعرف. ما حق الشيوخ هذا. حق الشيوخ نوعين، نوع يجيك قشر ونوع يجيك بن. ام قشر 5% 10%. ايوه اما بن والله فهو يضرب حتى ب 50. لا اله الا الله. قال ما قال شاهي قهوه.
الشيطان حتى شغله كله ثاني. لا 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 الامور كلها سهله ان شاء الله. تعال 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 شوف تعال. لا لا شمبنا فاخر ايوه هذا وطني فاخر. اسالك بالله ها ما هذا في ترجع ترى اسالك بالله لا 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 هذا وطني وطني درجه اولى. اسالك بالله بالله تشجع تشجع الوطني انت؟ نعم وطني. هذا اللي اسمه الاسره المنتجه بالله واحده بوحده. انا اشكرك انا اشكرك والله انا اشكرك اقسم بالله اشكرك. اسمعني ليكم من هذاك اللي يجيب حراره في الحلق. لا لا ده خلاص كان في امريكا ورجعت وما كان اعرف لكن ده خلاص بدين اللي تعلمته تعلمته لانه ذاك اللي يجيب الحراره ذاك عيون المشايخ قهوتهم منه بس ما عجبهم من جد والله فتبخروا مشوه والله الله لكن من اليوم رايح اصلا بعدين نكمل. حياكم الله حياكم الله اهلا وسهلا والله حيا الله الرجال والله يا حياكم الله حياكم الله. لا الشيخ بدجع اي والله هذا الشيخ هذا الشيخ حياكم الله الشيخ حياكم الله. الموضوع اي والله الموضوع اصلا عندي يا مجلي الجماعه كلموني تمام قبل يومين قبل يومين كلموني يا مجلي بس هذا ما هذا حق ام بخور بخور هذا بالله هذا قم 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 بقى الجماعه قم لا لا هذا حق المشايخ بالله ايوه والله حق المشايخ هذا هذا ما حد يتبخر بغيره بالله بعدين هذا كمبودي اصلي لا اصلي اي والله ها عيوني ها انا قلت عشان انا ما قبل ما ادخل في الموضوع لازم اتبخر عشان المزاج ولا النفسيه تكون طيبه. انت شلون زواج زي الناس ولا شلون لعب؟ حياكم الله وقول لك حرقني يا ابني خلي عندك حتى تتصرف لا تقول لوالدتك. المهم يا عم جلي صلي على رسول الله اللهم صل وسلم عليه حق. اسمعني الجماعه كلموني قبل يومين تمام وقالوا يبغون يخطبون بنتك زرع على حبيبنا عسل شيخنا اسمع السوري ما هو اسمع السوري 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 شيخ يخطبون زرع على السوري الله يطلع على السوري. فقلنا ان شاء الله يا شيخ يا عم مطاعن تمام يا عم جهل تمام انك تمشي الامور ان شاء الله كلها ويمشي الحال زي الناس. احنا قلنا جماعه واحده وانت ان شاء الله انت مقصر معاهم. معاكم العلم اللي هذا هو والله هذا معلم. تعال يا ابني انت كيف تحنسرها عم جوازي ان شاء الله واحد وذيك انت كذا لا ما عليك والله الله دامك كذا ها كيف يا شيخ؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله الامور دايره باذن الله ان شاء الله الامور دايره باذن الله الشيخ اوه شيخ لا لا معاكم معاكم انا اصلا معاكم اوه شيخ ايوه ايوه اسمعني لا لا هو قاحي انا ادري يبوه تعال ابو هرج تعال تعال يا شيخ هرج اسمعني من اليوم ورايح ام هرج هذاك بعد ابغاك الا زمان انصر تمام المره الجايه ابغاك تكون شهم ابغى الجماعة في القرية كلهم هذه من هو؟ قاسم ام قاسم؟ نعم ام قاسم قاسم يوسف قاسم يوسف اللي يلقى في يشوف راح يبني معاه يا ابني ابو صلشوقه قال لي عادل صاحي من النوم قاسم ما تدري به والله ايش ترقد ايش تصحى وقسم بالله انت عادك ما قدرت معاه يا ابن الحلال يشالوا يومين حتى ما كرسي للحمام يشالوا يومين زيها لما يرجع للغرفة عشان يلبس وقال لك عادل يروح له خالد علي لحد خالد علي خالد علي والله مجهز اللي بعد شهر شفت صلبه وقاسم فيها لك يا خالد قال لي عادل شويه عادل شويه قال له حسين قال له خالد قال له طلع له هو والله خالد يقول لك عادل فاقني انا لما خالد صليني ان شاء الله انا شرح نفسي انت اللي عجبك تزدحم معنا مو هو. اسمعني ام هرجي هذاك بعدني شهر تمام انت اليوم ابغاك شهم ابغاك شجاع ان شاء الله ابغاك كذا ابو كلهم اهل القريه ولب جابهم سامع عنك توعدني؟ موعدها حبيبي انت والله شفت الليث الابيض؟ ايه ابغاك زي الليث الابيض واقوى والله لا خليهم يسمعوا صواعقنا من فيفا من فيفا من فيفا هلا اسمعك هلا امشي عفوليفه كويس والله قال له ما قال ما هو قال وين فيانو هذا العسر فيانو فيانو هذا العسر فيانو انت صور عمك الشيء يتوز بالتعم لا 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 مش هذا التعم والله يا عمي 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 يا عم
فوجه الله يا مساواة يا مساواة يا مساواة وشبطني يا مساواة فوجه الله يا مساواة معشك 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 أنا من عيونكم لا 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 خلاص أنا فوجه الله خلاص فوجه الله فوجه الله فوجه الله انك تبطل فوجه الله انك تبطل يا مساواة لا 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 مش النايفه لا لا يا شيخ الله يقطعك يا شيخ بالتعمي يا شيخ يقطعك يا شيخ بالتعمي يا شيخ يقطعك يقطعك بالتعمك كم الاهوال عليها خلاص اسمعني كم الاهوال وشاقي طيب اسمعني اسمعني صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله اللهم صل على اسمعني في شيء ياكلني يا شيخ انا اللي قلت لك يا جماعه كلكم في شيء ياكلني يا شيخ اسمعني دقيقه اسمعني صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله اسمع لي لا تفهمني يا شيخ أنا معايا لك وحدة ستة وستة أحلام قرية كلهم بس انت اسمعني بس اسمعني بس اسمعني من دحين أقول لك تمام ولا ستة من؟ قلت ستة وأحلام قرية يرقصون له عجب جلدي أيس خلى الهدي ما أدري دحين ما صدق هو فشوف هذه التكاليف كلها عندي التكاليف كلها عندي انت ما عليك ومعايا لك شيك بمليون ريال شيك بمليون ريال تمام انا اقول لك بعد تسوي في اي حاجه ولا قال له وفين اروح بهذا الشيك حكم اجابك احفظه اليمين هذا الشيك اسمعني فين تروح لواحد اسمه قاسم وفين هذا القاسم قاسم هذا في القريه انت الجماعه هناك في يمنا تمام تروح لقاسم وتديه شيك ويصرفه هذا قاسم مسؤول عن صندوق الصندوق هذا زي الصندوق حق المجدول وداخل في السوق المالية وكيف وصل له؟ أنا أدق عليه أدق عليه دحين أدق عليه بعدين والله ما أدق عليه دحين والله ما هب شبر لا أدق عليه دحين تساوي لحم عليه والله ما أدق عليه والله العظيم هلا قاسم هلا حبيبي هلا والله يا مرحبا ملايين ما شفناك بعد ما صار ها سق الله أيام الجيزة سق الله أيام الجيزة والله ايه بالله ميدو ولا فندم اسمعني بكره شي يجيك واحد من طرفي اسمه مساوى تصرف لهم شيك بمليون كاش فكر شره يا من الحلال الشيخ حقكم عندي اعرفه من اخويا انا ما عليك انت ما بالنا الله يحفظك يا شيخ انا داري يا مساوى شوف الله قلت كلمه كلمه قلتوها كلمه خلاص الله يقطع عمي وبنته اي والله الله يقطعها ردها بوحدة ثانية عادك فشوف انت لازم تهدى فين امثله انت لازم تهدى تمام انا معايا لك هي هديك لازم شي تهدى تمام تعال هنا قرب معايا انت معايا هفاك يلا نحط لك يومين بسرعه لازم تهدى لازم تهدى قول عذب لهم الشيطان عذب لهم الشيطان يا شيخ احرسني هديك اي والله هذا حب الاسره المنتجه الله حضن 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 هاي حضني ها احضن يا شيخ والله العظيم احنا المشايخ اصلا اجينا علشانكم واحضاننا لكم بس انتم لي اهل القريه الله يصلحكم افهمونا بس افهمونا وخلوكم معانا بس والله راح تمكنكم من الاسره المنتجه والامور هذه الزينه خلوكم معانا بس خلينا نجلس مع الجماعه وهي حي الله عشر الله يحييك بسعدها من ساعه والله هبلو هبلو يستاهل هبلو عسل يستاهل الله يعافيك بشتنا الله يرضى انت معك انجليز اللي تدتني ايه تدتني لا لا احنا جينا لعشان مزواجه هذا معك شيخ ها شيخ ها راسي قد لعبتم والله لعبتم براسي الله يلعبكم انا مشايخ المسلمين عم مجلد الله ما لعب بكلم كمبودي والله مكمبودي هذا الله يرضى عليك حياكم الله دحين نرجع لموضوعنا تمام وهذا كله من مساوى الله يهدي ويصلح هو بس يحب يمزح كذا و... والله ما حد ذاك الا بزلق اي والله حياكم الله الله يحييك دحين نرجع للموضوع فيا عم جلي صلى على رسول الله مره ثانيه اللهم صل وسلم على الجماعه زي ما قلت لك شلون زهره فمن دحين اقول لك شفنا للموضوع وان شاء الله الامور تكون زينه تمام وروح شفنا للجماعه أكلمهم صبيا أمها لا كلمهم ويجيكم كلمهم لقى بنها من جواجه عسل ولا أبوك اسمعني من الحين أمزواج إيش رجال إن شاء الله يا أبو إن شاء الله وأنا أبغاك بيض وجهي إن شاء الله وأنا واثق فيك يا ابني إن شاء الله
ابغى تاخذ رجل شده نفسك من هذه المعلمين ان شاء الله. خلك مثلا مساوم كل بندق معاهم مدفع يا بابا هذا شرير. تجوز ها ايه تقلع يا حوايج يا ابو خط يا ام حمام. هاي مجلي بشر قال في الله كله خير صبي وما يقولون شي يشوفون عادون تلو بينك انا والله ما مطمن لهذا العادون. يا مجلي يا مجلي لا لا ما عليك هذا لا الشباب هذا لا 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 ما عليك ان شاء الله انهم طيبين تمام انت عارف بس يعني الامور يعني انت ايش كذا وان شاء الله هو قدها وقدود بس اسمعني يا عم جلي احنا قد جينا هنا وقد خبصت لنا خبصان تمام وانت تعبان يا ابا خبصتني انت وموجود يا هذا لا لا ان شاء الله الامور زين ان شاء الله الامور زين والله انت قلت لك جيتوا كان بخرطوكم معايا لكن انتم بتكون حق البخار والله فاسمعني احنا اليوم قدينا جلاسه تمام خلنا نكمل هذه الليله خلينا نكمل هذه الليله تمام نكمل هذه الليله مباشره على طول ما عاد قدرنا نروح ونرجع مره ثانيه فشوف الجماعه وشوف لنا طلباتهم خلينا نمشي اي والله شوف هاك هلا قوم له هناك ايوه عشان مش اتاخر الناس وراهم بخور وراهم قهوه وكل فاضي حياك الله حياك الله حياك الله يا جمهر حياك الله يا جمهر انا اشكرك والله انا اصلا ادريبك انت صاحبي من زمان فقول لي كيف امريكا وكيف الدراسه ان شاء الله هناك الحمد لله سنتين قضيت هناك ما شاء الله عندك راجع لحقك كله ما شاء الله هذا المره انتم الشباب ما بالمره معي انت في شيء يصلح بالله اسالك بالله شتسري بخره هلا يا ربيع هناك لا ان شاء الله ان شاء الله لا تقول لوالدتك انت اما لا تقول لها امزح انا ايوه لا لا بابا 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 عمي جلي ما هو ذا هذا طلبات ام صبية ما هو طلبات ام صبية فطلبات هذا طلبات ام صبية امها جلي ام جلي هذا طلبات اللي حجج ام جلي هذا حق ام صبية امها معكم جوازه ترى اللي معك كم ثلاثين سلة وخمسين لم سمية وخمسين لم ذهب وثلاثين لخالتها وثلاثين لعمتها وخمسين لجدتها ومنو هذا ومئتين لا هذا مي لا مو هذا إلا بعده وشاس لأن صبية دامهم جبل ليش شاس الله 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 سمح من سواء قذين ليش شاس تتعسل وعندك شحرات انت قول والله نسيت لا اكتب جمال انقلب خلاص خلاص سد 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 هذه ما هذا كله ما هذا كله ما كان جوال ما في الله يا عم جلي ما في الله يا عم جلي ما هو ذا الكلام كله الرسول يقول من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه انتوا تقولون تبغون حق ام سماية وتقولون ما ادري ما هو 20 لخالتها وما ادري ما هو لعمتها وما ادري ما هو لصاحبتها والله كان صبي شبيت مع صاحبته وصبيتها هذا شو اكتب الله يا عم جلي احنا والله ما ضيع لنا هذا الشغل كله ما ادري ما هو واحنا قد جينا نختصرها كلها قد جينا نختصرها بسهولة جدا انت عارف يا عم جلي زمان كان الواحد يتزوج بصاحب تمام ولا خدفة ولا ما اقتدر تمام هب عنجل تمام ولا وضحن ولا متعدل بالمرة تمام هب مرتعش تمام وهبوا بعد المغملة واحتفلوا وروحوا اما انتم بحن ما هبين هذه الحاجة انت الحكاة وانت تدري حقا بخير روها هبت بشغل كله اللي بنت قلنا تستاهل لك تهب لكن شوف ما هم تقول شيء انا اقول لك فلازم نسهل على الشباب من الان اقول لك هذا الكلام بعد يبغى ما ادري ما هو هذا 20 خالتها عمتها هذا بعد نبغى لازم نسهل على الشباب ونستر عيالنا ونستر بناتنا ونساعدهم الواحد اللي قدر يتزوج مع قرش يتزوج واللي قبل علم كلم زبط وسافر وانت تعرف فين يسافرون لكن عند طلب لسي هناك ايوه فما نبغى شبابنا يروحون فشبابنا لازم نعطيهم الالم برحالهم ونسترهم وهم يشيلون ستر فدحين من الان اقول لك وصاعد شنقريه المهر 50 يمشي على الجميع وعشر 50 يدفع لك لا يا شيخ اسمع السوري طيب يا السوري طيب خلاص اسمعني من اليوم رايح مع السوري السوري زمان المرحله الجايه عشر ما
وهو اتفقنا احنا هذيك ايام مجلسي. فاقول لك ما هو من مجلس كان نتقهوى يجون الجماعه عندنا وكذا المهم اسباني 50 يجيبها الاسبوع الجاي شيخ. ها طالبك يا شيخ. ما هو قول لها بعد اسبوعين. ها ما قلتها بعد اسبوعين يجيبها لك. وهذا مهما زهره تمام الله يقطع زهره. لا لا امزح حمزه حمد الله يرضى عليكم. فاسمعني يدفعها تمام وبعدها ان شاء الله تتم ليله ويتزوجون الله يستر عليهم. اتفقنا؟ اتفقنا من الان اقول لكم. فالحين اسمعوني هذا تمام. ها بيض الله وجهك يا شيخ فهد الليل قول امين. الله يسلمك ويعافيك اللهم امين. والله احنا المشايخ رجينا لنا علشانكم اصلا وجينا عشان نسهل الامور. بس انتم اللي جاي من تعصب الراس لا تخلوني ارتاح ولا شيء. كل وجه نحل الامور تعصبنا تتفاهموا معايا يعني لا تغلبون شيخكم. خلوا يرتاح انبسط يعني اتبخر دائما هذه الامور كلها ان شاء الله تتم بخير. فالحين اسمعوني بعد ما تمنا الامور ان شاء الله بخير خلونا نروح قد الجماعة. اتصل بي انا الشيخ حق العسسة قالوا متجمعين خلونا نروح نسلم عليهم وان شاء الله بعد اسبوعين ان شاء الله نكمل الامور تمام وتمشي كلها باذن الله. اقول لك خلنا نروح. الشيخ يقول يبغاك تروح والله وقال لي اسمع يبغاك تروح تيجي انت تمام معانا وكمان اجي هناك يوسف محمد. انت حبيب يوسف محمد اي والله شكرا شكرا الله تلقى الله هيا ممسر هيا ممسر هيا والله رواجحة هيا خلونا نسل هيا خلونا نسل الحلقة يا جماعة بعد اسبوعين نرجع ان شاء الله. هيا يا ابني هيا 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 شكرا جزيلا للمبدعين المشاركين في هذه الفقرة جزاهم الله خير خاصة المبدع فواد والشباب. مع الحقيقة أنها كانت فقرة هادفة ناقشت غلاء المهور عندنا إن شاء الله يعني تتغير الصورة الفكرة إن شاء الله. تفضل يا أبو خالد. هاي الشباب ابطال المسرحيه عبد الرحمن محمد يوسف عسيس شمهان موسى وكان فيصل عبد عسيس ولد الشيخ مطاعن موسى احمد موسى عسيس ساوم شرير خالد ناصر عسيس العم دهر والعم جلي عبد العزيز احمد موسى عسيس عسر علي احمد عسيس بطل المسلسل فواز احمد موسى عسيس الشيخ مطاعن والله صراحة كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله العيد يا رب ينعاد علينا دائما بالخير والعافية وبالجمعة الطيبة هذه والوجوه الحسنة وأطفال على كبار على شباب يا رب وتدوم بإذن الله جمعتنا وأفراحنا بكل خير يا رب. أنا كان معايا حش لأبو أجوان لكن صار السنة الجاية بإذن الله. كل عام وأنتم بخير إلا في صدره فطرة هلا الأرض جاهز إحنا لدينا إن شاء الله عبر البروجيكتور عبارة عن مزايا كلمة مع الهم أحمد محمد الله يحفظك